سوريا تؤكد أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد علماء وأشخاص سوريين دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم. طائرات مساعدات طبية مقدمة من جمهورية تشيك إلى الشعب السوري لدعمه في مواجهة الإرهاب. عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال ويوم غضب شعبي نصرة للأقصى. أهلا بكم إلى هذه النشرة. صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتحاد الأوروبي تبع حملته الهستيرية ضد علماء وأشخاص سوريين بذريعة غير قابلة للتصديق حول حادثة خان شيخون التي استخدمت فيها المجموعات الإرهابية سلاحا كيميائيا ضد الأبرياء، مؤكدا أن العقوبات الأوروبية الجديدة دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم. مصدر مسؤول في الخارجية صرح أن العقوبات الأوروبية الجديدة غير المبررة ضد علماء وأشخاص سوريين دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم، وأضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي تابع حملته الهستيرية ضد علماء وأشخاص سوريين بذريعة غير قابلة للتصديق حول حادثة خان شيخون التي استخدمت فيها المجموعات الإرهابية سلاحاً كيميائياً ضد المدنيين الأبرياء، وبموجب القرار الجديد سيتم فرض عقوبات جديدة على علماء وأشخاص سوريين يقومون بمهامهم في تطوير عملية التنمية السورية ومكافحة الإرهاب. المصدر أكد أن العقوبات الأوروبية الجديدة غير المبررة والتي جاءت قبل انتهاء عمليات التحقيق في حادثة خان شيخون تعكس رعونة المسؤولين الأوروبيين وإصرارهم على دعم جرائم المجموعات الإرهابية في سوريا وتضليل الرأي العام الدولي، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت الاستجابة لدعوة سوريا لإرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية. وأضاف المصدر أن سوريا تكرر كما فعلت سابقا تأكيدها على أنها لا تمتلك إطلاقا أي أسلحة كيميائية وأنها لم تستخدم مثل هذه الأسلحة في أي وقت وتحت أي ظرف وفي أي مكان، لأنها لا تمتلك أصلاً مثل هذه الأسلحة بعد أن نفذت جميع التزاماتها بموجب انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتابع المصدر: وفي الوقت الذي تشجب فيه سوريا هذه الإجراءات وتدينها بشدة، فإنها تؤكد على أن العقوبات الأوروبية الجديدة هي دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم. وختم المصدر تصريحه بالقول إن مثل هذه العقوبات تشير إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى المعايير الأخلاقية في تعامله مع الأزمات التي تستهدف العالم اليوم، وخاصة في إطار الحرب الكونية على الإرهاب، وستؤدي في حال استمراره إلى ضياع دور الاتحاد الأوروبي وهيبته وشلل دوره في إيجاد الحلول للمشاكل الدولية. بدو عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدات وقرى صوران وطيبة الإمام ومعردس وكوكب ومعان بالريف الشمالي لحماة بعد تطهيرها من قبل عناصر الهندسة في الجيش من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون فيها وتأمين المرافق الخدمية الأساسية فيها. نحن الآن في القرى التي عاد إليها أهاليها، طبعا هذه القرى هي بلدة طيبة الإمام وكذلك صوران وأيضا بلدة معردس وبلدة معان، هذه المناطق عاد إليها الأهالي بعد أن قام الجيش العربي السوري بتطهيرها من رجس العصابات الإرهابية المسلحة، وكذلك قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام طبعا وإعادة فتح الطرقات بعد أن قامت العصابات الإرهابية المسلحة بتدمير هذه المنطقة. كما تلاحظون خلفي أيضا ورشات الكهرباء، ورشات الصيانة،
تبدأ الآن بإزالة الأنقاض وكذلك تقوم بنقل المياه، وورشات الكهرباء المتواجدة في هذه المناطق بدأت عمليات الحصر الأضرار وكذلك طبعا القيام بتوصيل الكهرباء والمياه إلى بيوت المواطنين. نحن نعلم أن العصابات الإرهابية المسلحة أينما تواجدت تواجد الخراب، إلا أن الدولة السورية والجيش العربي السوري بعد أن عاد الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق والتي عانت كثيرا من إرهابي جبهة النصرة والقوى المنضوية تحتها، بدأت عمليات الترميم وعمليات إعادة البنى التحتية وخصوصا الكهرباء والماء إلى هذه المناطق. قبل الأحداث في هذه القرى كان يوجد حوالي 90 أو 100 مركز تحويل، إضافة إلى عشرات الكيلومترات من الشبكات المنخفض والمتوسط. كل هذه الشبكات ومراكز التحويل مدمرة ومخربة ومنهوبة بشكل كامل. أعددنا دراسي لإعادة تأهيل هذه الشبكات وتأهيلها بشكل كامل. الحمد لله رجعنا على قرية معرس بعد تحرير مرجز الإرهاب، والحمد لله بنطالب بإعادة الخدمات لهذه القرية من كهرباء إلى ماء إلى مدارس، مشان نرجع الحياة ونرجع نعمر الضيعة من أول وجديد بإذن الله. الحمد لله رجعنا على ضيعتنا ورجعنا بسلامي، والله أنا كيف لأن رجعت على ضيعتنا. بدنا ندعي لجيشنا يطول عمره وينصرنا على الظالمين ونكون مرتاحين. والله ينصرنا جيشنا الباسل، والله بجاه الحبيب محمد ينصر الوطن وقائد الوطن ويحمي جنود البواسل. نطلب منكم المي والكهرباء والمدارس، أهم شيء أهم شيء المي أضر شيء. بدنا يرجعونا المي والكهرباء إن شاء الله أمريكي وخدمات والأمن وأمن الحمد لله. طلباتنا بس ترجع الدوائر تبع الدولة يعني البلديات والفرن ومثل ما كنا، بس هيك ترجع الحياة الطبيعية شوي والمياه. نرجع على المدرسة ونرجع نتعلم. محافظة حماة استنفرت كافة طبعا مؤسساتها الخدمية والتي قامت مباشرة بحصر الأضرار وكذلك محاولة تأمين المياه، وأيضا التيار الكهربائي الذي طبعا انقطع منذ أشهر عن هذه المنطقة، وبدأت بإحصاء الأضرار الأساسية حول هذه المنطقة. من قرى ريف حماه الشمالي للأخبارية السورية، علي شحود. مجلس الوزراء يعتمد في جلسته الأسبوعية البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى لتأسيس المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد. خصص مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس جل اجتماعه لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تم إقرار البرنامج التنفيذي والمدد الزمنية الموضوعة والخطوات الأولى التأسيسية المتعلقة بدعم وقياس الأداء الإداري. تم إقرار اليوم البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري والاتفاق على الخطوات الأولى التأسيسية المتعلقة بدعم وقياس الأداء الإداري، والتي ستأتي على آلة توالي تبدأ بفترة الحضانة الأولى للتأسيس للمشروع من خلال التركيز على وضع الإطار التشريعي الناظم وتأمين كافة مستلزمات العمل اللازمة لهذا المشروع. المرحلة الثانية وهي مرحلة الحضانة، وهي المرحلة التي سيتم فيها لحظ النتائج الأولى للمشروع وترتيب الجهات وإطلاق الترتيب الأول التجريبي للجهات العامة على مرصد الأداء الإداري. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التمكين، ومن ثم تبدأ دورة حياة المشروع بالانطلاق مع نهاية عام 2019 وإعلان ترتيب عام للجهات العامة يقوم على قياس الأداء الإداري للجهات العامة وفق مؤشرات أساسية تقوم على قياس
مقياس جودة التنظيم المؤسساتي. الأمر الثاني تبسيط الإجراءات، مكافحة الفساد ومعالجة الخلل الإداري والاستجابة للشكوى. لاحظ رضا المواطن. المؤشر الرابع لاحظ رضا المواطن حول الخدمات المقدمة له على كافة الجوانب، بدءا من جودة الخدمة إلى تكلفتها إلى سرعتها إلى مكان الذي تقدم به الخدمة إلى الطريقة التي يتعامل بها الموظف مع المواطن. الأمر الخامس وينم عن مدى الاهتمام بالكوادر البشرية ونوعيتها، وهو رضا الموظف ومدى رضاه عن الاستفادة من كفاءته وخبراته وتوزيعه والاستفادة منه في المكان المناسب وشحص قدراته ونسب التدريب النوعي الذي تقدم لهم. كما طلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل عن طريق المؤسسة السورية للتجارة وشراء محصول البطاطا من المزارعين مباشرة منعا لحصول أي خسائر لديهم. تم تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية واتحاد الفلاحين لدراسة التكاليف ووضع التسعير تأشيرية لأغلب المحاصيل وخاصة المحاصيل الخضار وتحديد الحد الأدنى من الأسعار لهذه المحاصيل، وصولا إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة وحماية المستهلك وتحديدا للشركة السورية للتجارة للتدخل في شراء محصول البطاطا من الإخوة الفلاحين منعا لحصول خسائر لديهم، إضافة إلى أن المؤسسة ستقوم أيضا وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء بشراء مادة البيض من المربين. كل هذه الإجراءات تهدف إلى دعم مربي الدواجن ومربي والمنتجين الزراعيين للمحاصيل وخاصة المحاصيل الخضار، وهذه الإجراءات هي ترجمة للدعم الحكومي للقطاع الزراعي ودعم أخوتنا الفلاحين. كما قرر المجلس ضمن إطار متابعته للقضايا اليومية المتعلقة بشؤون المواطن الخدمية والتنموية تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والزراعة والعدل والإدارة المحلية والبيئة بهدف الوقوف على التعديات والمخالفات بحق المساحات الحراجية في المحافظات وتطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط هذه المخالفات. حطت على أرض مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات طبية مقدمة من جمهورية التشيك إلى الشعب السوري لدعمه في مواجهة الإرهاب. دعما للشعب السوري في مواجهة الإرهاب وبناء على طلب من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، قدمت الجمهورية التشيكية دفعة مساعدات طبية جديدة لمساعدة المتضررين من الأزمة، لا سيما المتواجدين في مراكز الإيواء الموزعة على مناطق ريف دمشق. المساعدات وصلت على متن طائرة إلى مطار دمشق الدولي، وكان باستقبالها محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور أحمد همام حيدر، وبحضور سفيرة جمهورية التشيك في دمشق إيفا فيليبي ونائب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد العقاد. الصليب الأحمر التشيكي يدعم الهلال الأحمر العربي السوري منذ بداية الأزمة، ونحن جدا سعيدين أنه بفضل تفاهم وزارة الخارجية التشيكية ودعم السفارة التشيكية في دمشق نستطيع أن نقوم بتنفيذ هذه تقديم هذه المساعدات. هذه الشحنة التي أتينا بها تحتوي على مواد طبية وأجهزة طبية، تحتوي الشحنة على 170 وحدة أو 170 جهاز. حجم الدفع التي أتينا بها 1.8 طن. لدينا مشاريع أخرى لمساعدة الشعب السوري. في الخريف سيتم إرسال سيارات إسعاف وعيادات متنقلة. نشكر الحكومة التشيكية على مواقفها الدائمة والداعمة لمواقف سوريا، وهذه هي المساعدة، هي الطائرة الخامسة إلى سوريا، وهي عبارة عن مساعدات أجهزة طبية وأدوية إلى كنا قد طلبناها من قبل الهلال الأحمر لمساعدة
للشعب السوري وداعم دائما. وهذه المواقف ليست غريبة عن الحكومة التشيكية وعن الشعب التشيكي. هذه الأمور التي تعبر عن المشاعر الصادقة من الشعب التشيكي والحكومة التشيكية تجاه الشعب السوري وتجاه الدولة السورية، من قناعاتها بأن سوريا على حق وأن سوريا تتعرض لهذا الإرهاب الكبير. فمنذ بداية هذه الأحداث وقفت جمهورية التشيك مع هذا الوطن، هذه الوقفة التي أدركت أنها هي وقفة الحقيقة. وكانت جمهورية التشيك قد أرسلت عدة طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب السوري، وذلك ضمن برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية لسوريا الذي أقرته الحكومة التشيكية للفترة بين عامي 2016 و2019. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا أكثر من 20 شهيدا وجريحا جراء غارات النظام السعودي على الشعب اليمني. مخاوف الكيان الصهيوني تتزايد مع كل انتصار يحققه الجيش العربي السوري على الإرهاب والتعاظم المكثف للمقاومة اللبنانية. مراسلة الإخبارية نور الحاج والتفاصيل. علينا منع الحرب الثالثة بسبب الانتصار بالمعركة في سوريا والتعاظم المكثف لقوة حزب الله، الأمران اللذان خلقا معادلة استراتيجية صعبة. هذه آخر التصريحات الإسرائيلية والتي جاءت على لسان رئيس شعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية والنائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. سوريا صمدت، وصمودها لم يكن من طبيعة عسكرية فقط، بل كان من طبيعة عسكرية وأمنية واستراتيجية مركبة، وإسرائيل تشاهد هذه الأمور. وكان لحزب الله في هذه الحرب الدفاعية التي تم خوضها في سوريا دور واضح تعلمه إسرائيل، وخاصة أن حزب الله في هذا الإطار استطاع أن يكتسب خبرات لم تكن لديه. المخاوف من أن الجيش العربي السوري وحلفائه بما فيهم المقاومة اللبنانية يستكملوا هذه الأيام استعادة السيطرة على المناطق السورية التي استباحها الإرهاب. العدو الإسرائيلي يخشى من ارتفاع الاحتمال باندلاع مواجهة عنيفة في المنطقة سيكون خاسرا بنتيجتها، لأن المحور المقاوم جاهز وحاضر لأي حرب ثالثة على لبنان. الإسرائيليين يعلمون أن الضربة سيرد عليها بضربتين، والتدمير سيكون مقابله تدميرين، ولهذا السبب هم ينطلقون أو يحاولون أن يسترجعوا ما حصل في العام 1996 وأسموه يومها اتفاق تحييد المدنيين وتفاهم نيسان. وهنا إذا طرحوا مثل هذه المسألة، أي أنهم يحيدوا المدنيين كليا، فهذا يعزز قدرات حزب الله ويحرره أكثر، لأن
الأهداف العسكرية الإسرائيلية أكثر وضوحا من أي هدف عسكري لحزب الله. يرى مراقبون أن الكيان الإسرائيلي سيلجأ كالعادة إلى الانتقام من البشر والحجر، لكنهم يؤكدون أن لدى المقاومة ما يكفي من الأسلحة لرسم صورة النصر الجديد، وهو ما سيوقع الكيان المحتل في معضلة جديدة أكبر من تلك التي عاناها إبان عدوان تموز عام 2006. إسرائيل تراقب وتخطط انتصارات محور المقاومة، أما الأخير فهو جاهز لأي حرب في أي زمان ومكان، هو أهل لذلك والانتصارات تشهد. نور الحاج، الأخبارية السورية، بيروت. عشرات الإصابات بمواجهة مع قوات الاحتلال ويوم غضب شعبي في كافة المناطق الفلسطينية نصرة للأقصى. خليل إبراهيم والتفاصيل. أصيب عشرات المصلين المقدسيين من بينهم خطيب المسجد الأقصى المبارك جراء قمعهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في باب الأصوات في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، كما حاصرت عشرات المقدسيين في منطقة باب حطة قرب المسجد الأقصى. وفي إطار الرفض الفلسطيني المتصاعد لإجراءات الاحتلال في الحرم المقدسي، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية شيخ عكرمة صبري الفلسطينيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم. وتأتي دعوة الشيخ صبري هذا في ظل الإجماع العام على رفض الشعب الفلسطيني لقيام قوات الاحتلال الصهيوني بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وبالتالي رفض الدخول إلى الأقصى من خلال هذه البوابات. إلى ذلك دعت الفعاليات الشعبية والشبابية ومختلف الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب فلسطيني نصرة للقدس والأقصى، يشمل النفير للمدينة ومواصلة الاعتصام قبالة بوابات الأقصى إلى جانب مسيرات تعم أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشار إلى أن الفلسطينيين يؤدون الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية. يواصل النظام السعودي جرائمه المتكررة بحق المدنيين في اليمن، أكثر من 20 شهيدا وجريحا جراء غارات العدوان على مناطق متفرقة في اليمن. لا تتوقف طائرات النظام السعودي عن مواصلة غاراتها على اليمن، فلا رادع أخلاقيا وإنسانيا أو ثقافيا وحضاريا يردعها لوقف مجازرها بحق المدنيين. أكثر من 20 مواطنا استشهدوا وأصيبوا جراء غارات شنها طيران النظام السعودي على مديرية موزع بمحافظة تعز. مصدر عسكري أكد أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار، وأخرى على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، إضافة إلى وابل حمامه القاتلة التي أطلقها عبر 6 غارات جوية على قاعدة دليمي وسط العاصمة. وردا على العدوان، كبد الجيش واللجان الشعبية مرتزقة النظام السعودي خسائر فادحة. مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعا للمرتزقة في منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة، كما قتل 3 من الجنود السعوديين في معارك مع اللجان الشعبية على الحدود مع اليمن. على الخط نفسه، عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني على مواقع المرتزقة بمحافظة تعز خلفت قتلى في صفوفهم، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم غرب منطقة العمري في مديرية ذوبابة. القوة الصاروخية استهدفت أيضا تجمعا لمرتزقة النظام السعودي في مجمع الحزم بمحافظة الجوفة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. إلى العناوين. سوريا تؤكد أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد علماء وأشخاص سوريين دعم مباشر للإرهابيين وتغطية على جرائمهم. طائرات مساعدات طبية مقدمة من جمهورية التشيك إلى الشعب السوري لدعمه في مواجهة الإرهاب.
عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال ويوم غضب شعبي نصرة للأقصى. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.